بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي هنبدأ نعمل الـ AR الخاص بقواعد البيانات بتاعتنا، قاعدة البيانات اللي احنا هنشتغل عليها. مرضتش ادخل في قاعدة البيانات الا لما يعني زي ما بنقول بالمصر كده ارست ليك المشروع، يعني اظبطه لك يعني واخليه لك تمام معاك ويبقى قايم، وبالفعل بفضل الله قومناه وبقى حاجة جامدة جدا بفضل الله. دلوقتي بقى عايزين نرسم الـ AR الأولية، أو الـ يعني زي ما شرحنا قبل كده في الـ Database بفضل الله، التخطيط الأول للـ Database طبعا بعد الوصف، كلام واضح، بعد الوصف، بعد ما بتوصف احتياجاتك بتقول انك انت عندك كذا وعلي كذا وكذا 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 وعلي كذا وكذا وكذا. احنا دلوقتي هنرسم الـ AR. احنا الـ AR عندنا يا جماعة فيها مستخدم، ده الاي ار اللي احنا هنشتغل على الموقع بيها. اوكي، هعملها لكم، هرسمها لكم دلوقتي بفضل الله. تعالوا ندخل على جوجل ونكتب اي ار دايجرام اونلاين. طبعا هتلاقي مواقع كتير، بس انا يعني بحب المواقع اللي هي ما بتطلبش منك لوجن في كل حاجة. يعني ايوه ممكن تطلب لوجن بس مش في كل حاجة، يعني مش في كل حاجة، ممكن حاجة وحاجة، مثلا اللي هو سطر وسيب سطر كده يعني. فعندنا في مواقع طبعا حلوة، يعني في موقع ده جميل جدا بس ده بيطلب انك تعمل ساين ان عليه. لكن الـ ERD بلس انا بشتغل عليه من زمان جدا جدا جدا، وهو ما بيطلبش في حال انك انت بتعمل الـ ER بتاعتك، او في حال انك انت بتعمل لها سيف او كده، سواء ايمج او سورس، بفضل الله بيبقى تمام معاك. دخلت على الموقع، دوس على تراي ات، اللي بتتغير كل فترة يعني مش فارقة معانا، سموها تراي ات، سموها جو، مش عارف ايه، سموها زي ما يسموها. المهم، فطبعا احنا عندنا، علشان ما اطولش عليكم في موضوع التوصيف، عندنا مستخدم وعندنا منتج. المستخدم والمنتج دول، المستخدم اللي هو بيدخل على الموقع بيعمل لوجن، بيعمل لوج اوت، بيعمل شوفوا بيعمل ايه، زي ما بيعمل، زي ما هنعمله خدمات باذن الله، سواء احنا عملناها او انتوا جيتوا عملتوها بعد ما ذاكرتوا الكورس. خلاص، اليوزر ده هو برضو اللي هيدير الموقع، خد بالك، لو هو مدير هيدير الموقع. اوكي، ده كده اليوزر او المستخدم بتاعك. وعندك البرودكت او الايتم، البرودكت ده اللي هو المنتج بتاعك، المنتج بتاعك. الاثنين دول هم اساس القصة دي كلها، يعني هو اليوزر والبرودكت هم اللي بيتمحور حواليهم شغلك. ليه؟ لان انت عندك اوردر. ما هو اليوزر ده هيدخل على الموقع عندك يعمل ايه؟ يعمل اوردر، يشتري، يعني زي ما بتشتري انت من على الموقع كده. خلاص، فالاوردر ده مين هيعمله؟ اليوزر. هيعمله على ايه؟ على منتج. يبقى رجعت في الاخر لمين؟ لليوزر والبرودكت. خلاص، يبقى المستخدم هيعمل اوردر على منتج، حلو، هيفضل منتج، حلو، هيدفع لاوردر اللي هو اصلا بيتعمل من طريق مين؟ اليوزر. تمام، فلازم ناخد بالنا من القصص دي. وطبعا شرحنا، يعني انا هنا مش هشرح لك الداتابيز، لا مش هشرح لك الاي ار والريليشنال وهشرح لك الحاجات دي، لا احنا هنعملها خلاص، احنا شرحناها كتير قبل كده وكلمتك عنها، تمام، وقلت لك تذاكرها منين قبل كده لما دخلنا في الشغل بتاع الفورمز في الرينج. المهم، دلوقتي هنعمل ايه يا جماعه؟ نبدا ننشئ اليوزر اول حاجه. خلاص، انت هنا بتستخدم الموقع، سهل جدا جدا جدا. انا هنا مكبر لكم الفونت اصلا في الويندوز عشان تشوفوا احسن يعني، فهقلل انا شويه هنا، خليه مثلا ايه 80% ولا حاجه، على اساس يبقى الدنيا اوسع يعني. بصوا هنا، موضوع جميل جدا، بتدوس على الحاجة وتدوس هنا مرة بتترسم، دي اللوحة اللي انت بترسم عليها، بتعملها زي انت عايز بفضل الله. خلاص، الموضوع يعني سهل جدا فوق ما تتخيل. هنا طبعا في عندك الشغل بتاعك، ولو حبيت تعمل اكسبورت او امبورت، حبيت تظبط الكنفاز السايز ده، اللي هو الكنفاز اللي هو تعتبر اللوحة بتاعتك اللي انت بترسم عليها. يعني انا اما اجي اعمل كده، هو انا حاطط لك ايه 2000 في 1000. خلاص، عايز تشتغل عليها براحتك، عايز تكبرها براحتك، عايز تصغرها وترجع تكبرها تاني براحتك. المهم، هدوس على انتيتي وهاجي هنا ادوس في اي حته. وطبعا هنا لما بتيجي تنزل الرسمه، انا عارف انا اكني بشرح لكم الموقع
هنا بتلاقي عندك في الانتيتي نيم بتدخل اس الانتيتي اللي انت عايزه، وبتحدد هو ريجولر ولا ويك ولا اسوشيتيف ولا ايه عايز تحط له اتريبيوت، بتدوس اد اتريبيوت. طبعا ده ريجولر وهسميه يوزر، هسميه ايه يوزر. تمام، اليوزر ده هحط اد اتريبيوت، ودي اسمها اي دي ودي يونيك، خدت بالك؟ وهقول له اد اتريبيوت تاني، تمام، ودي هتبقى فيرست نيم، خلاص. واد اتريبيوت تاني هتبقى لاست نيم، اوكي. وفي عندنا ادرس وادرس تو. طبعا خد بالك ان انت اصلا عندك الموقع، يعني مش عايزك تنسى دي برضو. افتح الرينج بلاد وبص معايا، انت اصلا عندك الموقع شغال عليه، يعني انت ما بتشتغلش من دماغك. خد بالك ان انت في حقول عندك في التمبلت عايز تغذيها. يعني احنا عندنا في مكان الديسكتوب بتاعنا، اوكي ديسكتوب ده البروجكت مش موجود عندنا، اجيبه لكم. هو هنا هو ماي كافيه ده اهو، خلاص هو ده البروجكت، فهو ده اللي عندنا اهو. خلاص انا دلوقتي هدوس على اندكس دوت رينج وهشغله عشان برضو الدنيا تبقى واضحة قدامنا. يعني انت كده كده مش شغال من دماغك، خلاص انت معاك موقع، الموقع معمول على لغة برمجة وهي لغة الرينج. انت بتبدأ ان انت تشتغل من هذا التمبلت اللي انت اصلا خدته واشتغلت عليه. خلاص احنا كده برمجنا التمبلت، ركبناه مع لغه البرمجه، يعني كده احنا عملناه فرونت اند، خدناه فرونت اند وعملناه باك اند. خلاص بنبدا بقى نعمل الداتابيز اللي هتشغلنا. يعني انا دلوقتي لما هاجي اعمل ساين اب، دي بيانات اليوزر، فيرست نيم لاست نيم. طبعا الاي دي مش هتظهره له، طبعا مش هتقول له دخل الاي دي بتاعك، مفيش الكلام ده. انت راجل بقى المفروض ذاكرت الداتابيز وفاهم يعني ايه اي دي الجدول يعني او برايمري كي. خلاص خدت بالك من القصه؟ ففي حاجات انت شغال عليها، اوكي، فلازم ناخد بالنا من هذا الايه، من هذا الموضوع. اوكي يا جماعه، دلوقتي هنقول له اد اتريبيوت لادرس، اد اتريبيوت ادرس تو. لما الدنيا بقى تلاقيها ايه يعني ضايقت كده شويه، تبدا انت بص احلى حاجه بتمسك الانتيتي وتحركه، بص كله بيتحرك معاك لوحده من غير ما تحددهم، يعني من غير ما تحددهم كلهم هم اصلا بيتحركوا كلهم معايا، يعني على اساس هم تابعين لي. فخلاص تيجي انت هنا ده الاي دي، انت ممكن بقى يتظبط زي انت عايز. ده الفيرست نيم، ان انت تستخدم ايه انك شويه كده وشويه كده اهو. لاست نيم تمام، نعمله كده. بص انت بقى ايه ليك الحريه بقى، انت فاهم القصه جايه ازاي، براحتك خالص. وانت كده كده احلى حاجه هنا الكترونيا، انت ولا بتشطب ولا بتعمل، هي كل حاجه قدامك بفضل الله زي الفل يعني. خلاص وادي ايه ادرس اتنين، بتوسع لنفسك زي انت ما عايز. يعني انا مثلا عارف ان في حقول تاني كتير، فبوسع لنفسي كده شويه واطلع الادرس اتنين ده فوق كده عشان استغل المساحه على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت تبقى كل حاجه منتظمه. خد بالك انت هتصدر الرسمه دي، هتصدرها زي انت ما عايز من نفس الموقع يعني. خلاص كمل معايا. في عندنا سيتي، ماشي، اد اتريبيوت ده سيتي. بص كمان اللي بيعجبني في الموقع ده ان على طول بتدوس اد اتريبيوت بيروح هو ايه عامل لك على طول القصه، يعني انت بيوقفك على المكان اللي هتكتب فيه. يعني بعد السيتي في عندك الاستيت. انا طبعا قدامي ورقه مسبقا حضرتها بنقل منها عشان تبقوا فاهمين، بس لا تفتكروا ان انا حافظ كل ده. تمام، في عندنا الاستيت، خلاص اد اتريبيوت بعد السيتي والاستيت. في عندنا زد اي بي، زد اي بي كود او نمبر، صح، زد اي بي نمبر. خلاص في عندنا الايميل، ايميل تمام، اوكي، يبقى ادي السيتي تمام، وادي الاستيت خلاص، وادي الزد اي بي نمبر. طبعا بقى ممكن ايه اروح جاي اعمل كده وابدا بقى اعمل
الاتريبيوتس في الحته الثانيه يعني براحتي بفضل الله. خلاص وادي الايه الايميل عندي اهو، تمام. ممكن اجيبه هنا لو عايز، وممكن اوسع لنفسي اكتر، مفيش اي مشكله بفضل الله. بس حاول تخلي لي بس الاي دي مميز كده لوحده عشان ايه تبقى الدنيا واضحه يعني. خلاص كده بفضل الله تمام. بعد الايميل في عندي اليوزر نيم والباسورد، ادي اد اتريبيوت يوزر نيم، اد اتريبيوت باسورد، تمام. في طبعا في عندنا بقى حاجات زي الاي دي، الاي دي ما بيظهرش للراجل. في عندنا لاست لوجن، اخر مره عمل لوجن امتى، اخر مره عمل لوجن امتى، لاست تمام لوجن، لاست مين لوجن. خلاص يبقى ادي عندك اليوزر نيم، ممكن توسع لنفسك تاني براحتك اهو، ده الايميل زي ما هو اهو ماشي. ادي اليوزر نيم، وادي الايه الباسورد، خلاص. وادي ايه اللاست لوجن، تمام. في عندنا برضو ديت جويند، ديت ايه جويند، الراجل ده يعني سجل على الموقع امتى بتاريخ ايه يعني. خلاص بقى في عندنا ديت جويند ماشي، ممكن تظبط دول كده بقى توسع لنفسك انت بقى ايه قدامك، وبتوسع زي انت ما عايز بفضل الله اهو اهو تمام كده. ده لوحده مع نفسه اهو، توسع زي انت ما عايز بفضل الله اهو اهو. في اي وقت تغير يعني، دي برضو حاجه جميله جدا في الشغل اللي زي كده. وعلى فكره في برامج بتعمل الحاجات دي، بس غالبا هتلاقيها مدفوعه يعني. خلاص ده لاست لوجن، وادي ايه ديت جويند تمام. ايه تاني في عندنا؟ از ادمن، هل الراجل ده مدير؟ از ادمن، لان هو لو مش ادمن مش هيدير الموقع، لو ادمن هيدير الموقع. هل هو از ادمن ولا لا؟ عايز تجيبها هنا ماشي، از ادمن ولا لا. وفي حاجه مهمه برضو، از اكتف ولا لا؟ از اكتف يعني هل هو حسابه فعال ولا مغلق مثلا. ده تقريبا اكبر انتيتي عندنا زي ما احنا ما شايفين مع بعض بفضل الله. خلاص ده كده ايه اليوزر. طبعا انت في اي وقت لو خايف على شغلك، ممكن من المنيو دي، لو خايف على شغلك مثلا يحصل حاجه او بتاع، من المنيو دي هتعمل ايه اكسبورت، بس اكسبورت اكسبورت ايمج، دي بتطلع لك صوره، فانت الصوره مش هينفع ترجع تكمل عليها تاني في الموقع. لكن اكسبورت دي بتدوس عليها كده بترمي لك ملف في الداونلود بامتداد اسم الموقع اللي هو اي ار دي بلس، تمام، بحيث ان انت تكمل عليه بعد كده. اوكي يعني ده يعتبر السورس كود بتاع الرسم بتاعك. خلاص حلو قوي تمام. نيجي نكمل بقى، احنا دلوقتي عملنا اليوزر، عايزين نعمل البرودكت تمام. فهسيبكم تعملوا اليوزر وتعملوا الحاجات دي زي ما هو زي ما هي كده بفضل الله، واحنا باذن الله هنكمل مع بعض في المره القادمه. اشتغلوا كويس.